وانا هبدأ بالنقطة اللي اتكلمنا فيها انا وكريم لما كنا بننوه عن الفقرة، فكرة هنا صناعة البطل. اصلا ده ملف في حد ذاته مهم جدا، دول كتيرة بتشتغل عليه من الصغر يعني المواطنين بتوعها تحديدا. بقى ازاي انا ممكن اطبق ده عندي؟ ده رقم واحد. وتاني حاجة اصلا، هل هي محتاجة تكاليف؟ هل هي ليها ميزانية معينة ام ثقافة معينة ام الاتنين يعني؟ ومؤهلات ده ايه ومقومات ده ايه ايضا؟ بص، خلينا اول نتفق الاول، انا سعيد جدا ان انا موجود معاكم النهارده في قناه النادي الاهلي، ودايما النادي الاهلي بيدي مثل للاداره، وازاي ان انتوا حتى بتعملوا سبوت على العاب مش موجوده في النادي، وان انتوا بتقدموا رساله مجتمعيه. طبعا. حاجه اللي هنتكلم فيها الموضوع السومو. السومو دي رياضه يابانيه نزاليه، هي اقدم رياضه من رياضات الدفاع عن النفس. كان هي ليها طابع عقيده شويه عند اليابانيين. اليابانيين في رياضة السومو يمكن الموضوع عندهم تراث وحاجات كتيرة طبعا. جدا من ضمن المفاجآت الناس ما تعرفهاش مثلا، ان اليابانيين عندهم قناعة ان واحنا هنا في مصر لقينا رسومات للعيبة بتشبه السومو بالفراعنة. يعني الله. اليابانيين عندهم ان الكلام ده بقى اساس الموضوع اساسا. احنا في مقابر بني حسن يعني شفنا فيها صور رسومات للعيبة بتلعب سوم بزي السوم يعني. يبقى معنى الكلام ده ان الاصل عندنا احنا، الاصل عندنا برضه، الاصل عندنا دي حقيقه فعلا. صحيح. يمكن احنا في مصر مميزين جدا في رياضه السومو لان المعدل البدني عندنا عالي شويه، الاوزان الثقيله. طب تمام. يمكن لما نتكلم بقى على صناعه بطل، صناعه البطل بتيجي من يعني نقول ايه، من مولده. يعني اهم حاجه في صناعه البطل الانتقاء. الايه؟ الانتقاء والتوجيه الرياضي. ببقى عايز الولد ده ينفع يلعب ايه؟ يعني كل رياضه وليها يعني متطلباتها. فاحنا يمكن السومو ليها خمس متطلبات، يمكن الرقم ده بيفكرنا بحاجه كويسه جدا حصلت قريب. بحاجات كويسه. وسته برضه. خمس متطلبات، هو اول حاجه القوه، السرعه، المرونه، التحمل، الاتزان. خمس عناصر دول لازم يتواجدوا في لعيب اللي هيلعب سوم. الخمس عناصر دول مرتبطين ببعض. طيب احنا كسومو بنشتغل ازاي؟ احنا بالانتقاء اللعيب في الاساس بيزي خالص. انا بنتقل لعيب، اول حاجه لازم يبقى هو حابب الرياضه اللي هيلعبها. نمره اتنين، قابليته السومو فيها مشكله كبيره جدا ان هي لعبه ما فيهاش تعويض. يعني فيها يا كسبان يا خسران. احنا ببساطه كده نقول للمشاهدين ولا ذهاب وعوده زي كده. ومفيش اي حاجه بقى، ومفيش سكور كمان. يعني اللعبه الغريب فيها ان هي ما فيهاش سكور. يعني هم اتنين بيلعبوا في سيركلز زي اللي يطلع الثاني بره، اللي يطلع الثاني بره السيركل، او لو اي حاجه غير قدم رجليه لمست الارض اللي جوه السيركل. فاحنا بنتكلم في لعبه ما فيهاش تعويض، المكسب والخساره فيها قريبين جدا من بعض، وما فيهاش سكور. فاذا البطل بتاع السومو صعب جدا ان هو يبقى يحافظ على مكانه. فهي لعبه فيها سسبنس جامد جدا طبعا، فيها يعني عايز اقول لحضرتك اي سكرين اي بطوله بنلعبها بيبقى فيها كميه مشاهده رهيبه. لعبه بتحقق مشاهدات قويه جدا، وقمه المتعه فيها في الاوبن ويت.